يعطيكم العافية، نتمنى لكم التوفيق. راح نحكي على آخر 5 دقائق في الامتحان إن شاء الله تعالى، وخلينا بس هلأ ننتقل في محاضرتنا للنوع أو الصنف الثاني من أصناف الطرق اللي بدنا ناخذ الستاندردز تبعتهم بشكل يكون واضح وبشكل مناسب. إذن اليوم حديثنا عن الكوليكتر رودز أند ستريتس. إذن حديثنا اليوم بده ينطلق نحو الصنف الثاني. المرة الماضية أخذنا الديزاين ستاندردز for local roads, whether if they are within an urban area or a rural area. اليوم بدنا نتكلم عن الكوليكتر roads and streets. ودائما كلمة road زي ما احنا بنعرف نطلقها لما نحكي عن التنتين جنب بعضهم البعض، بنحكي عن طرق خارجية. أما بنحكي عن الطرق الداخلية بنحكي كلمة street اللي إلها. وبالتأكيد كلنا بنعرف مع بعض إن الكوليكتر is that road أو street طبعاً that serves the following functions. They are partially doing the collection of traffic from the local to the arterial and from the arterial to the local. الحالة الأولى بنسميها collection، والثانية من الarterial لللocal بنسميها distribution. فهو بصراحة هو اسمه مفروض يكون collector or distributor، بس بدل ما نضل نحكي collector و distributor لأنه بيأدي two functions مع بعضهم البعض، partially بيعمل collection و partially بيعمل distribution of traffic، خلص نطلق اصطلاحا كلمة collector على هذا النوع من الطرق. إضافة إلى ذلك هم بيخدموا جزئيا through traffic، يعني بعطونا شيء من الموبيليتي، وجزئيا بعطينا كمان accessibility للمنطقة المجاورة للطريق. إذا خلينا نلخص نقول الكوليكتر رود بيجمع الترافيك من اللوكل، بيبعت على الارتيريال أو بيوزع الترافيك اللي في الارتيريال إلى اللوكل. إذا هو حلقة وسيطة زي ما احنا شفنا زي ما احنا بنعرف، وكمان بيأدي جزئيا وظيفة الموبيليتي، يعني نسبياً بنقل جزء من الثرو ترافيك بكاباسيتي مقبولة جزئياً، بسرعة مقبولة جزئياً كمان، ولكن أيضاً بيعطينا وظيفة الأكسسيبيليتي للمنطقة المجاورة للشارع. أوكي. إذا إحنا منحب نحكي أكثر على البيزك ديزاين ريكويرمنتس اللي إحنا بتهمنا نحكي فيها، فإحنا أكيد بنحكي عن يعني بنحكي على سبيل المثال على الـ ADT، على الـ Traffic Volume، بنحكي على الـ Design Speed، بنحكي كمان على الـ Functional Classification اللي already احنا حددناه انه Collector Road، بنحكي على الـ Design Vehicle، والـ Design Vehicle دائما بتكون مرتبطة بهذا الصنف من أصناف الطرق. الـ Collector بالتأكيد ممكن تمر في باصات أو تريلات بالتأكيد، شاحنات كبيرة أكيد، وبالتأكيد لما بنحكي احنا عن هاي المركبات في لها خصائصها بالحركة والدوران إلى آخره إلى آخره. لما نحكي أولاً على الديزاين ترافيك فوليوم، إذا نحن بنطلع على عدد المركبات الإجمالي اللي ممكن يمر على الشارع، غالباً إحنا راح نحتاج نطلع على وحدة الداي، وأحياناً كتير فور كاباسيتي أناليسيس بيربوسيس نطلع على وحدة الأور. إذا we define traffic volume to be on the daily basis defined as the average daily traffic. اللي كلمة الديزاين بتقودنا إلى تحديد الإطار الزمني للمشروع. عادة إحنا بنحكي عن 20 سنة. إذا 20 year time horizon، مرات أقل شوية، لكن generally speaking هاي اللي إحنا بدنا نعمل forecasting للترافيك within the daily volume framework. What could be after 20 years. إذا كنا بنحكي عن capacity related analysis بدي أطلع على وحدة الزمن باعتبار الساعة، أطلع ساعتها على الـ hourly design volume، على الـ design hour volume اللي إحنا بهمنا نحكي فيه. هذا الحكي إحنا بإمكاننا نطلع إذن على الـ hourly design volume أو الديلي ديزاين فوليوم اكوردنج تو ذا نيدز. طبعا مرتبط دائما لما بنحكي احنا الاورلي كاباسيتي اناليسيس بنحكي على الليفل اوف سيرفيس. الليفل اوف سيرفيس بامكاننا يتراوح ما بين سي وما بين دي. امتى بيكون الليفل اوف سيرفيس سي؟ بيكون الكوليكتر في الرورال رودز لما تقريبا الطريق ممكن تكون ليفل، وربما في بعض الاحيان ممكن تكون يعني شويه رولينج.
لكن كل ما اتجهنا أكثر على الماونتينس رودز بإمكاننا نروح باتجاه ليفل أوف سيرفيس دي طبعاً، وحتى جزء من الرولينج رودز ممكن ناخدها كمان ليفل أوف سيرفيس دي. إذن الليفل أوف سيرفيس مستوى الخدمة اللي على أساسه أنا بدي أعمل كاباسيتي أناليسيس، وبدنا نعمل على أساسه تحديد النمبر أوف لينز نيدد، بالتأكيد إحنا بنحكي على ليفل أوف سيرفيس يتراوح ما بين سي ودي للديزاين أور فوليوم. أوكي، طبعا الشيء الثاني اللي مهم كثير لازم نعرفه لهذا النوع من الشوارع ولغير من الشوارع، لما نحكي على ستاندردز نتطلع على الديزاين سبيد. قديش ممكن يكون للرورال كولكتر رودز الديزاين سبيد؟ الديزاين سبيد حقيقه يعني ممكن في بعض الاحيان بتكون عندنا 30 و40 و50، لما بيكون عندنا الفوليوم كثير قليل على هاي الشوارع في منطقه ماونتينس الى اخره، ممكن جدا يعني نقول 50 أو 40 كيلومتر في الساعة، ولكن they can go as high as 100 كيلومتر كمان في الساعة. إذا فين دي رينج كبير، فين رينج متسع، فين رينج يعني بصراحة أكثر من ما إحنا ربما يتهيأ لنا. يعني لما الرينج بتراوح ما بين زي ما إحنا شايفين هون، وخلينا نعمل هون اللي احنا شايفينه عندنا هون، بس مفروض كان ينكتب هون عندنا ليفل، نكتب لكم اياه هيك، او رولينج، لانه احنا اقتطعناه من هذا الحكي من 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 شيء ثاني، من جدول كبير بس ما طلعش عندنا الكلمات الاخرى. ماونتينس، اوكي، الماونتينس عندنا رينج ممكن حقيقه يكون بس من 30 ل 60 كيلومتر في الساعه. إذا كنا بنحكي على الرولينج ممكن الرينج يكون من 50 إلى 80 كيلومتر في الساعة، لما كان عندنا ليفل من 60 إلى 100 كيلومتر في الساعة. لكن برضو هذا الحكي بيعتمد على الديزاين فوليوم، والوحدة اللي أنا بطلع عليها هون الديزاين فوليوم in terms of what of vehicles per day، لأمتى؟ للديزاين period. لو أنا بدي أصمم لعشرين سنة الطريق، تتأكد إنه الديزاين فوليوم in terms of vehicles per day يكون إما بالرينج البسيط هذا أو المتوسط هذا أو الرينج العالي هذا فوق 2000 vehicle per day للديزاين فوليوم لبعد 20 سنة. فمثلا لو كان عندي شارع أنا رولينج وراح يمر عليه بعد 20 سنة، نفترض 2500 مركبة في الساعة في اليوم، إذا راح يكون عندنا في الحالة هاي عندنا 80 كيلومتر per hour is the suggested design speed according to ASH2. This is the minimum design speed considered. تمام؟ لو حبينا نطلع على other design requirements لهذا النوع من الشوارع، راح نشوف مع بعض انه في عندنا الجريد. الجريد بيعتمد تماما على الديزاين سبيد اللي حكينا فيها قبل شوي. ومرة ثانية لما بدي اطلع على التايب اوف terrain، لما كان عندنا level terrain أو rolling terrain أو mountainous terrain، أنا بإمكاني حسب الديزاين سبيد اللي أنا اخترتها من 30، زي ما حكينا عندنا تنوع كبير في الديزاين of the rural collector roads. طبعا كل ما كان برضو 30 نحو 30 أو 40 كل ما كان أفضل نتطلع. ما تخلص لما احنا بدنا نطلع على التغير الكبير بهذا الرينج، بيكون لانه مرات مش بس انه ماونتنس او مش ماونتنس، لانه كمان في عندنا تغير كبير بالوظيفه. يعني اذا كان كثير اكسسبيليتي هي الوظيفه، وكثير الديزاين سبيد منخفضه، وكثير الفوليوم منخفض، بالتاكيد بنحكي عن اللور رينج من هذا الديزاين سبيد. على كل حال وفق الديزاين سبيد اذا وطبيعه المنطقه انا بدي اختار الميل الاقصى. يعني الميل الاقصى طبعا ممكن يكون بالحد الادنى 5 في حاله ما يكون الليفل بسرعه عاليه كثير، والحد الاقصى ممكن يكون 12 لما بكون عندنا ماونتينس بكون الديزاين سبيد منخفضه 30 كيلومتر في الساعه. بحكي لنا طبعا هون لما كنا shorter lengths of the grade في rural areas، يعني مثلا 150 متر فما دون، يعني هذا الحكي لما احنا بدنا نحكي عن الاحتياج للكلايمبينج، ما بنحكيش عن كلايمبينج لين، لكن لما بتنخفض السرعه كثير لما نطلع الجريد، لما بكون عندنا المسافه طويله بصير انخفاض بالسرعه، فساعتها انا بحاول اقلل
قديش مقدار الجريد ممكن يكون. عشان هيك إذا كان عندنا اللينكت اوف ذا جريد محدود يعني أقل من 150 متر ممكن الفالوز هاي نزيدها حتى 2%، يعني 12 بتصير عندنا هون بصير عندنا 14%. طيب واضح الصورة؟ أوكي. إذا حبينا نستأنف ونكمل بعد ما شفنا الجريد نصمم الفيرتيكال كيربز. الفيرتيكال كيربز طبعا فينا الكي فاليوز للكريست او للساج فيرتيكال كيربز، وطبعا الكريست بالتحديد ممكن اطلع على من زاويه الستوبينج سايد ديستانس وهي بتعطينا المينيمم نيدد لينث اوف ذا فيرتيكال كيرف. وطبعا فيما لو كانت عندي الميول طفيفه والاي كانت عندنا منخفضه ممكن انا احسب واعمل تشيك انه هل ممكن اسمح بالباسنج ولا لا. فبالتالي بصير انا اطلع على الباسنج سايد ديستانس ريكويرمنتس في الحاله الثانيه. اوكي، اذا في الديزاين كنترولز اوفر ذا كريست فيرتيكال كيرز بيزنج اون، خلينا بدناش نروح على الباسنج، نروح على ستوبينج في الاول. يعني ممكن جدا نطلع على حسب الديزاين سبيد، طبعا منها بنحسب ستوبينج سايد ديستانس ومنها بنحسب طبعا لما بدنا نطلع على الكي فاليو اللي ممكن لها علاقه وثيقه بالاتش 1 نتذكر واتش 2 والشغلات هذه كلها بيطلع لنا قديش عندنا مقدار الكي فاليو. لو افترضنا كان عندنا 70 او 80 كيلومتر في الساعه مقدار الديزاين سبيد، فاحنا بنحكي عن مثلا 70 بيطلع لنا 17 قيمه الكي للكريست. لما يكون عندنا 10% الديفرنس في الجي 1 وجي 2 في القيمه المطلقه، لو كان عندنا صاعد 7 ونازل 3 على سبيل المثال 10 في 17 بيطلع لنا 170 متر. لو كان هذا كريست بدل الكريست عندنا ساج فيرتيكال كيرف، بما يتعلق بموضوع الرؤيه فانا بحاجه الى 230 متر لعنا. هذا بالنسبه للكريست اند ساج فيرتيكال كيرف ككي فاليوز. لو كنا بنروح على الباسنج ال 70 كيلومتر انا ساعتها بحاجه الى كي بتساوي 510، عفوا الكي 51 في 10 لو كانت عندنا اي بيطلع عندنا نص كيلومتر مقدار اللينث اوف ذا ايش اوف ذا فيرتيكال كيرف. اللينث اوف ذا فيرتيكال كيرف اذا راح يكون عندنا بيساوي 510 متر، او المهم بيطلع لنا الكي فاليو بهذا الرقم. طبعا عشان هيك ات از نوت ريكومندد، مش معقول بشارع كولكتر مشان اصمم ومشان اسمح بالباسنج لكن مركبه بتمر باليوم. مش كل المركبات بتعمل باسنج، طبعا المركبات السريعه الخفيفه ممكن تعمل باسنج للمركبات الثقيله، وقد يكون المركبات الثقيله كلها اساسا طبيعتها اعدادها محدوده، يعني ما بيكونش كثير ريكومندد نعمل هذا الحكي على ايش؟ على الشارع هذا اللي هو عباره عن شارع كولكتر ورورال. الرورال كمان كولكتر لو حكينا على الهوريزونتال الاينمنت، طبعا انا بهمني في الهوريزونتال الاينمنت ابتداء لما انا عندي ديزاين سبيد على طول. شو اعمل؟ شو اعرف منها يا جماعه ديزاين سبيد بالهوريزونتال الاينمنت؟ شو رايكم؟ ريدياس. نعم المينيموم ريدياس، مشان استعمل ريدياس فوق المينيموم 100%. هلا صممنا المينيموم ريدياس وصممنا الكي فاليو او شفنا الكي فاليو وصممنا الديزاين للفيرتيكال كيرفز، بدنا نتاكد ان الهوريزونتال الاينمنت والفيرتيكال الاينمنت should be considered in combination، لازم مع بعضهم البعض يشتغلوا بشكل متناسق. بتمنى انه كلكم شفتوا الفيديو اللي فيه تنسيق الهوريزونتال والفيرتيكال مره ثانيه برواقه ولا ما شفتوهوش يا جماعه؟ درستوا الماده؟ لما عملتوا الامتحان درستوا الماده منيح؟ ولا نص نص؟ شفتوا كيف الديزاين الهوريزونتال فيرتيكال كيف بيكون في تنسيق فيما بينهم؟ يفترض مش هيك؟ الكروس سلوبس لازم يكون نورمالي الكروس سلوبس، لانه فيش عندنا هون لو تايب، يعني قليل جدا اللو تايب اللي هو الانبيفد يعني، لكن مينلي ذي ار هاي تايب وبيكون عندنا من 1.5 الى 2% الكروس سلوب. سوبر اليفيشن زي ما بنعرف احنا ممكن نوصل لغايه 10 الى 12% حسب توفر او عدم توفر سنو اللي عندنا، لكن لو كان عندنا يعني 8% او 10% في الايس او سنو كونديشنز ممكن تكون كفايه، فيش داعي لاكثر منها. النمبر اوف لينز نيدد، اذا احنا حددنا الفوليوم اللي عندنا وكنا عارفين حسب الفوليوم اللي عندنا كنا عارفين ايش كمان؟ كنا عارفين الديزاين ليفل اوف سيرفيس، بامكاني اطلع النمبر اوف لينز نيدد. غالبا
في الكولكتر رودز اللينز نيدد هم عباره عن تو لينز، واحد رايح وواحد جاي، لكن اذا كان عندنا الفوليوم مرتفع ممكن نحتاج لاكثر من تو لينز بالرورال كولكتر رودز. شوفي عندنا على المستوى الوطني كولكتر رودز، مثلا الطريق اللي من عند البادان باتجاه فارعه، طوباس، نفترض قباطيا، لجنين، مقارنه بالطريق اللي بتروح من نابلس لدير شرف للسيلة مثلا إلى آخره، لما نوصل عند مثلث الشهداء قباطي جنين، الطريق الثاني هاي هي عبارة عن طريق رئيسي وطني اللي هي آرتيريال، بينما الطريق اللي من عند البادان وحتى طوباس وحتى قباطية وإلى آخره لجنين هاي طريق كولكتر رورال، بتجمع وبتوزع على الشارع الرئيسي، الشارع الرئيسي اللي هو من عند المثلث الشهداء بيرتبط مع هذا الشارع، بعدين بجمع الترافيك اللي جاي على الكولكتر وبننقله على الارتيريال، ونفس الشيء الارتيريال اللي بربط نابلس مع الاغوار بيوزع الترافيك اللي جاي واللي رايح من والى عن نقطه البذان هناك نحو الشارع اللي بروح على طوباس. اوكي، اذا النمبر اوف لينز نيدد قد نتطلب انه اللينز نزيدها، اذا كان حجم المرور اليومي او بالبيك اور مرتفع فممكن نزيد النمبر اوف لينز اللي ممكن نشوفهم احنا. شو ممكن تكون لنا العروض؟ العروض طبعا مرتبطة بصنف الطريق، يعني احنا شفنا اذا نتذكر مع بعض في اللوكال رودز انه الحد الادنى ممكن يكون للتولينز مع بعض كم، مين بتذكر المحاضرة الماضية كان عندنا كم المينيموم ويت اوف ذا لين الواحد او التولينز كومبايند قديش كانوا مع بعض مرة الماضية؟ شو رايكم ليث؟ شو رايك او عبد الفتاح او اي حدا من الشباب؟ انس 5.4 مش هيك؟ اللي بينسجم مع ايش 5.4 عرض اللين بالحد الادنى كان 2.7 مش هيك؟ 2.7 متر. هون شو بعطينا؟ هون بعطينا الحد الادنى 3 متر للين الواحد، حتى لو كان الفوليوم قليل 400 فما دون، حتى لو كان الديزاين سبيد منخفضه، لكن بالفوت نوت اللي تحت بقول لي اذا كان عندنا يعني في حالات قليله والديزاين أقل مش من 400، أقل حتى من 250 بيكل بير دي، يعني بالساعة بالمعدل لو عندنا 10 بالبيك بيريود 15 طالوا 30-40 سيارة بالساعة بالاتجاهين، يعني بالاتجاه الواحد 20 سيارة بالساعة، يعني كل 3 دقائق بتمر لها سيارة، يعني حرام ساعتها نصرف كتير على الشارع هذا، بكفي يعني بجوز 5.4 بالاتجاهين، لكن مينلي نحكي عن 6 أو 6.6 متر، هذا الديزاين ستاندرد كمينيموم. هل ممكن الكولكتر رود نعملها 3.6 بير لين يكون 7.2؟ طبعا ممكن لما يكون عندنا شاحنات كثيره، في عندنا فوت نوت وعندنا سيارات زراعيه او مركبات زراعيه او اي شيء ثاني كبيره، تراكتورات بتمشي على الشارع واتفر المناطق هاي في الرورال ارياز او شاحنات تريلات، بالتاكيد بامكاننا نزيد العرض حتى يصير لنا 3.6 ستاندرد لين ويد. بالنسبة للشولدر يستحسن بالحالات اللي فيها فوليوم منخفض ما يقل عن 0.6، الحالات اللي فيها فوليوم متوسط 1.5، الحالات اللي فيها فوليوم مرتفع 2.4 متر width of the shoulder from each side of the road. هذا مثال في جنوب الضفة الغربية على طريق التفافي يربط في منطقة بيت لحم بين بيت لحم والخليل، مكون من مسارين، طبعا جزء منه مكون 4 مسارات، المنطقه اللي فيها التضاريسها صعبه شوي والى اخره الى اخره، وفي فوليوم اوف ترافيك عليها مرتفع، عملوا فيها 4 مسارات، لكن جزء منها كان عندنا مسارين زي ما احنا شايفين، عندنا الويث اوف ذا لين مناسب، الشولدر عندنا مناسب، المنحنيات الافقيه او الفيرتيكال برضه، والميول مقبوله وجيده ومناسبه. الفور سلوبس والباك سلوبس، الفور سلوب لما يكون عندنا منطقه فيها فل او بدي اعمل منطقه فيها يعني جنب الدش مشان بعدين اعمل باك سلوب، احنا بنفضل انه يكون عندنا يعني حسب طبعا السايد ستابيليتي نوت هاير ذان 1 إلى 3، لكن اذا كان عندنا 1 لـ 4 بيكون اخف سلوب، بيكون بالتاكيد افضل، بيكون ريكفربل شيك كيسز او السيارات بتعمل كان traverse these places and go back smoothly to the road. طبعا لما كنا ديتش بدنا ناخذ بالاعتبار
يكون عندنا مثلا well rounded ditch bottom بكون recommended. لو كان في عندنا نفق او جسر او كذا لازم أأمن المسافة اللازمة ككليرنس بارتفاع لا أقل عن 4.3 متر، والهوريزونتال كليرنس تو أوبستراكشنز برضه لازم تكون مأمنة بالحد الأدنى ل 3 متر كلير زونز. طبعا هاي الأوبستراكشن مش مشان الرؤية، مشان السيفتي أسبكت اللي بنسميه رود سايد ديزاين، الشابتر اللي أخذناه قبل اللوكال أو ستاندردز لللوكال رودز. الديزاين سبيد لما يكون 80% فأعلى هنا سبيشال ارينجمنتس ناخذها من خلال المرجع اللي اشرنا له سابقا اللي اسمه اش 2 رود سايد ديزاين جايد. الرايت اوف واي طبعا لازم يكون ياخذ بالاعتبار، لو اخذنا الشكل هذا الرايت اوف واي هو مش بس عروض اللينز، وانما اذا كان عندي انا كت كل المنطقه تبعت الكت من هون لهون بدها تكون ضمن الرايت اوف واي. بما في ذلك لو كان عندنا بنشز، شايفين كيف بيكون البنشز بيكون مقطع على مراحل، فانا في عندي هون صخر بجوز الميل الكبير هون بجوز 5 إلى 1، 5 بالفيرتيكال ل1 في الهوريزونتال، او 7.5 إلى 1، وبعض الاحيان بيكون 10 إلى 1. لكن لما يكون الارتفاع طويل ما كله بيكون مره واحده، بنعمل بنشز بنعمل قصات فيه مشان مينتيننس مشان الاستابيليتي مشان الشغلات الاخرى اللي ممكن ناخذها في عين الاعتبار. فكل المسافات لازم تؤخذ ضمن الرايت اوف واي كونسيدريشن اللي ممكن يكون موجود عندنا. في انترسكشنز طبعا في شابتر خاص في الانترسكشنز ناخذ الاعتبار. هذا كله اللي حكيناه مرتبط كان عندنا في الرورال كولكترز. لو رحنا على الاربن ارياز بلشنا نحكي عن الديزاين اوف رورال كولكتر رودز. المبدأ تبع الـ collection of traffic والـ distribution of traffic هو نفسه. إذن الـ function of the urban collector is the same. Collecting traffic from the local، ونبعث traffic على arterials في الـ urban area، أو بوزع traffic من الـ arterial على الـ local roads. وكمان لما نحكي إحنا على الـ mobility والـ accessibility برضو إحنا بنحب نقول إنه almost the two functions موجودة بتفاوت، كل واحدة 50 إلى 40 إلى 60% كfunction mobility، والأخرى بتكمل للمية في المية accessibility. مرات بيكون عندي ضرورة أعمل شوية restriction على الأكسس، يعني مثلا شارع تونس في نابلس هذا urban collector في شوية restriction على الدخول والخروج، في مثلا الشارع اللي بيطلع من عند المستشفى العربي تخصصي وبيطلع باتجاه رفيديا في كنترول في آخره على الدخول والخروج على الشارع الكوليكتر، وهذا شارع فرعي اللي جاي من شارع رفيديا، ففي عندنا الضوابط، وفيش عندنا فتحات كتيرة مفتوحة على الشارع تبع تونس. وبالعكس لو واحد بده يضطر يعمل تدوير فيش أمامه اللي الدوار اللي في وسط الشارع عند جامع أم سلمة، أو الدوار اللي تحت تحت، أو الإشارة اللي فوق فوق، أو الإشارة اللي تحت تحت. من شارع طوله بجوز حوالي كيلو 700-800 متر، فيش في داخله إلا دوارين أو تقاطعين فقط لا غير. إذا فينا كنترول على الأكسس مشان أوفر وأكد على ضرورة يكون عندنا having more mobility function لهذا الشارع. لكن شوارع تانية ممكن أسمح فيها، إذا بطلع على كل شارع بشارعه قديش الشير تبعت الموبيليتي مقارنة في الأكسسيبيليتي، وبدأ أوفرها بشكل مقبول وبشكل مناسب. لما نحكي على design of the urban collector roads بتحكي كمان على design volume، ونفس المبدأ بدنا نعمل إحنا forecasting لعشرة إلى عشرين سنة. العشر سنوات ممكن يكون كفاية مشان pavement purpose، لكن كجيومتريك design purposes بتطلع على الديزاين لمدة 20 سنة. for capacity analysis بتطلع على hourly volume، على الديزاين hour volume شو ممكن يكون موجود عندنا. الديزاين speeds حقيقة داخل المدينة مش راح كتير 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 تكون مهمة زي الديزاين speed خارج المدينة. مع ذلك نطلع على table 6.1 اللي شفناه اليوم قبل شوية، يعني احنا ما عندنا مشكلة نطلع على الديزاين سبيد تابل اللي كان عندنا هون، لكن احنا مش بحاجة كتير نروح على المية في داخل الاربان اريا، ما في داعي نروح على المية. ليش؟ اساسا سبيد ليميت احنا ما هو مرتبط بشأن البوست سبيد ليميت، قديش علاقتها مع الديزاين سبيد؟ نتذكر مع بعض شو علاقتها مع الديزاين سبيد؟ كنا اقل من 10. وبالتالي لو كان البوست سبيد ليميت احنا في كل الشوارع الداخليه في المدينه ما هي 50 كيلومتر في الساعه، يعني الديزاين سبيد انطرت شو بدها تكون عندنا 60، فيش داعي ل 80، فيش داعي ل 100. لكن احنا بنقول فيما لو احتجنا احنا في بعض الحالات ممكن نحكي على
الابعاد هاي اللي بنحكي عليها او المسافات اللي بنحكي عليها. في الايربان كوليكتر رودز كمان بامكاننا لو حبينا نطلع على الديزاين بعد الديزاين سبيد على السايد ديستانس. السايد ديستانس زي ما شفنا سابقا نطلع على تو كيسز اوف يعني ستوبينج او اوف باسينج، والاثنين مهمات مشان احنا نحدد الكي فاليو. لكن مره ثانيه في داخل المدينه زي ما حكينا باللوكال ما في عندنا ضروره كثير ناخذ بالاعتبار موضوع الباسنج، او مش ضروره على الاطلاق، ما في عندنا ضروره على الاطلاق ناخذ الباسنج لانه اساسا المسافات متقاربه وما في عندنا سباق، ما في عندنا باسنج الى اخره. بنطلع دائما على الستوبينج كونديشنز، فبامكاننا نطلع عليه ونشوف شو ممكن يكون موجود عندنا. فيما يتعلق بالايربن كولكترز من ناحيه الجريدز، هلا هون بهمنا نحكي على المينيمم جريدز لانه مرات كثير بيكون في عندنا كيربد سكشنز مش هيك داخل المدينه، مرات كثير بيكون في عندنا كيرب ستونز. ليش؟ مشان نامن مجالات للناس لانها تطلع على الارصفه وتمشي على الارصفه. اذا في عندنا كيربد سكشن اذا لازم اخذ بالاعتبار بروبر درينج بيربوسز. لما يكون عندنا بروبر درينج شو بامكاننا نعمل؟ بامكاننا نقول انه احنا في عندنا كدرينج بيربوسز requirement إنه الحد الأدنى يكون عندنا 0.5% as the minimum gradient needed. طبعاً كmaximum value بإمكاننا رد نطلع على grades اللي كنا شفناها وين سابقاً، لكن خلينا نطلع أكثر في المنطقة الحضرية، في لخصوصية المنطقة الحضرية لأنه المسافات غالباً بتكون عندنا محدودة والسفرات بتكونش طويلة، بإمكاننا نزيد شوي على ال values اللي كانت عندنا كminimum values في الرورال كوليكتر. مين بتذكر كانت عندنا أدنى قيمة كان هناك لما كان عندنا نفترض ليفل، هلا نرجع نكتب أو نعمل من هناك نعمل ننسخ هذا البوكس اللي هون نحطه هون كمان مش هيك عشان عندنا تكون واضحة الصورة. هيك هون عندنا ليفل، هنا هون ماونتينس، وهون عندنا رولينج فيما بينهما. نتذكر مع بعض لما كان عندنا ليفل مع 100 كيلومتر في الساعه قديش كان عندنا في حاله الايربان في الرورال؟ بعتقد كانت 5%. قديش كانت عندنا في الحد الاقصى لما كان عندنا 30 مع ماونتنس في الرورال؟ نتذكر مع بعض قديش كان الرقم؟ 12%. اذا لما يكون عندنا في ايربان اير المسافات بتكون غالبا قصيره وفيش داعي لمسافات طويله، بإمكاني أرتفع شوي صغيرة عن الماكسيموم جريدز اللي مسموح فيها بالرورال. ونفس المبدأ بالضبط فيما لو كان كمان الأطوال لسه أقل من 150 متر، شو مرود نعمل؟ شو رأيكم؟ الفوت نوت اللي تحت مرود نرفع كمان 2% عن الرورال رودز اللي عندنا. وتحط الصورة يا جماعة؟ أوكي. في الايربن كولكترز كمان فيش عندنا شوارع بتكونش هاي تايب، كل الشوارع بتكون هاي تايب بيفمنت، بالتالي الدرينج بيكون عندنا من 1.5 ل 2 2.5 ممكن في حالات معينه لغايه 3%. السوبر اليفيشن، اذا كنت انا بحاجه لسوبر اليفيشن ممكن استعمل اب تو 4 تو 6% كسوبر اليفيشن، لكن نعتبر انه الديزاين سبيد طالما هي اقل من 70 يعني لو ديزاين سبيد. في الحالات هاي قد يكون من المناسب اني ابقي الكروس سكشن كما هو، اما بيكون عندنا مثلا كراون او بيكون عندنا مرات سلوبينج ان وان دايركشن مثلا بنسبه 2 او 2.5 او 3% بضل ماشي على المنحنى وعلى المقاطع المختلفه قبل وبعد المنحنى كما هو الكراون او مايل باتجاه واحد. طبعا هذا الحكي كله بدي افحصه واتاكد منه انه مناسب، ما فيش عندي اي مشكله بالحركه على هيك منحنيات رغم انه مرات بيكون عندنا كراون سلوب او مايل باتجاه واحد بنسبه محدوده لكن باتجاه فيفربل. اذا كنا بنحب نحكي على النمبر اوف لينز اكيد احنا بنحب نحكي على النمبر اوف لينز ذات كان بي اكوموديتنج ذا نمبر اوف فيكلز that are forecasted for the design life of the road. The design life of the road اللي أنا بدي يكون موجود عندي ويخدمني على مدى بجوز 50 عفوا 20 سنة، فبنسبة 3 4 5%
إضافة سنوية على اللي عندنا كل سنة إلى آخره. فمن بالنهاية في عندنا رقم بدنا نتأكد إنه الديزاين أور فوليوم اللي ناتجة عندي بعد 20 سنة أنا بحاجة إلى 2 لينز توتال ولا بحاجة إلى 4 لينز توتال ولا ربما يعني أكثر أو أقل من ذلك. إذا خلينا نعتبر إنه هذا جزء إكسرسايز نعمله حسب الكباسيتي أناليسيس، لكن كثير منها بيكون كفاية 2 لينز، لكن بعضها زي شارع تونس مرة ثانية، هذا شارع كولكتر إيربن كولكتر كان بحاجة إلى 4 لينز 2 بكل اتجاه. في السب إيربن أريز future conversion of the shoulder into parking lanes or additional through lanes. يعني بمرات أنا النمبر of lanes أنا ممكن في بعض ضواحي المدينة للشوارع الكولكتر أخذ بالاعتبار أنه ممكن يكون عندنا يعني one lane moving ولين أعتبره parking. في المستقبل لو كان عندي حجم إضافي أكبر مرور بحاول أني أخذ بالاعتبار أنه هدول يصيروا يتحولوا إلى two lanes per direction، يعني أحول الباركينج إلى ترافيك لين، لكن مجموع الترافيك لينز مع الباركينج اللي حالياً لازم يساوي بالحد الأدنى 6 متر أو 6.6 من عشرة أو حتى 7 متر أو 7.2 من عشرة متر توتال. يعني ما بصير أنا أقول والله ما هو الباركينج ما هو مترين وهلأ الترافيك لين مترين وعشرة والترافيك لين ما هو 3 متر وثلاثين، مجموعهم مع بعض والله بيطلع مترين وعشرة وثلاثة متر وثلاثين بيطلع لنا 5 متر ونفترض 40 ولا 60 للآخر، ما بصير مناسب، بده يكون على الأقل يجمع بحيث يكون عندنا 6 متر بالحد الأدنى العرض اللي ممكن أحوله في المستقبل إلى 2 lanes of traffic per direction. لو انتقلنا طبعا هذا الحكي in general، لكن في الكوميرشال areas في بعض الأحيان احنا بحاجة نعمل في الوسط continuous بنسميه احنا 2-way left-hand lanes لهم حساباتهم الخاصة فيهم لهم ترتيباتهم الخاصة فيهم. قديش ممكن يكون عرض اللين الواحد؟ ما منحب إنه الكوليكتر يكون عندنا أقل من 3 متر per lane، لازم يكون عندنا على الأقل 3 متر، لكن it is preferable or feasible إن أستعمل 3.6 من عشرة. بالindustrial areas طبعاً ممكن يكون في كوليكتر ولوكال في داخل industrial area، منطقة صناعية في نابلس مثلاً منطقة ضخمة بتغطيلها مع المنطقة الحرفية حوالي 1500 أو 510 دنم في نابلس، المنطقة الحرفية والمنطقة الصناعية في نابلس طبعاً منطقة ضخمة فيها كوليكتر رودز وفيها لوكال رودز وبجوارها أرتيريال رودز، مش لازم يكون عندنا في الحالات هاي عرض اللين أقل من مش أقل من خلاص ناخذ ستاندر 3.6 من عشرة متر. طبعا اذا كان في ان احنا تيرنينج لين على اليمين او على الشمال عند التقاطعات نتاكد انه في عرض مناسب للتيرنينج لينز. اذا عندنا بارالل باركينج لينز شود بي من 2.1 من 10 الى 2.4 من 10 في الريزيدنشال، لكن اذا عندنا كوميرشال وفي عندنا شاحنات للتحميل وللتنزيل وفي الاندستريال ارياز فاحنا بنوسع عرض الباركينج ليصير عندنا 2.4 من 10 إلى 3.3 من عشرة في الكوميرشال and industrial areas. الأنجل باركينج ممكن نسمح فيه في بعض الحالات لما يكون عندنا الشارع عريض ما فيه الكفاية ممكن نسمح إحنا بالأنجل باركينج. هذا شارع في مدينة نابلس وهذا الشارع فيه حركة بالاتجاهين، هذا الشارع المؤدي لجامعة النجاح القديمة الحرم القديم، طبعا عندنا مواقف، عندنا باركينج السيارة البيضاء اللي على الشمال، في عندنا باصات بتمر في الشارع، في عندنا شاحنات خفيفة أو شاحنات، نتأكد إن العروض اللي موجودة عندنا عروض مناسبة، عروض مناسبة لللينز، عروض مناسبة للباركينج، عروض مناسبة للسايد ووكس للمشاة، وبالتالي العرض الإجمالي كله من الواجهة للواجهة الارتداد الكامل للشارع. إحنا لما نحكي الواجهة للواجهة هذا عندنا من هون هذا الفيس of the building وهذا الفيس of the other building، أنا بالنهاية بدي أتأكد إنه في عندي أنا right of way كافي من هون لهون، عندنا right of way كافي اللي بيشمل ما يلي، بيشمل عروض، عرض sidewalk، عرض parking lane، عرض travel lane الأول، عرض travel lane الثاني، إذا كان عندي كمان باركينج لين من هون، وكمان بالتأكيد في عندنا كمان عندنا حركة المشاة من الجهة الثانية.
إذا إحنا بدنا نتأكد العروض مناسبة لكروس سكشن، مناسب الريكويرمنتس، مناسبة لمثل هيك مقطع أو مثل هيك طريق. هل في عندنا ميديان ممكن يعني يكون عندنا بالكوليكتر رود؟ يعني مثال شارع تونس، نرجع نقول لما يكون في عندنا مالتي لين، لما يكون عندنا فور لينز أور مور إن ذا كوليكتر أز نيدد بير كاباسيتي أناليسيس، ساعتها بنحط ميديان. ميديان قد لا تكون كتير عريضة، بتصورش إنه بزيد عن متر أو حتى 80 سنتي عرض الميديان في شارع زي شارع تونس، لأنه بصراحة الكوليكتر رود ما فيش عندي كتير حيز كبير، ما في عندي 30 متر، ما في عندي كذا، أعتقد هو 20 متر فقط عرض الكوليكتر رود في شارع تونس. فبالتالي ما بين نعمل تو ترافيك لينز، وعندنا باركينج في بعض أجزاء الشارع، بعضها ما فيش عند المنحنيات مشان الوايدنج ما في عندنا باركينج فيها، اللي منتبه وطالع أو نازل ما في عندنا باركينج فيها، لكن في عندنا سايد ووكس وهكذا، بدنا نتأكد إنها 20 متر فيتس ويل. عشان هيك الميديان بتكون عرضها محدود، ممكن تكون painted، ممكن تكون narrow and raised أو curved section اللي حكينا زي شارع تونس بيكون حوالي متر أو 80 سنتي، and painted and striped لما يكون عندنا عريضة شوي، ممكن لما يكون عندنا فيها separate لفتين في داخل الميديا ممكن أعرضها يصير 3 إلى 4.8 in general. وأنا مرات بستعمل في بعض الحالات إذا كان عندي عرض الميديان كبير كتير، ممكن أعمل داخله بترتيب معين طبعاً منطقة للباركينج. الأوبنينجز طبعاً حيثما يتطلب الفتحات بدي أعملها وأخذها بالاعتبار. هذا في المرجع اللي إحنا عديناه لوزارة الحكم المحلي وبعتمدوه في داخل البلديات زي ما شفنا في اللوكال رودز. بالنسبة للكوليكتر رودز طرحنا تكون عندنا أبعاد مثلاً إما 20 متر أو 16 متر أو 12 متر. حبينا نعرض عليكم فيما لو كان عندنا 16 أو 12 متر. لما كان عندنا 16 أو 12 عندنا مسارات الحركة، قلنا الحد الأدنى 3 متر، لكن ممكن يكون مناسب 3 وشوية، 3.3 3.2 that's fine، أو 3 متر إذا كان عندنا عرض الطريق محدود، حرم الطريق كان عندنا 12 متر فيش عندنا عرض كافي. المواقف منفضل تكون يعني ستاندرد 2.4 إذا استطعنا نوفرها، ما استطعناش عندنا ممكن ننزل داون مترين وربع، مترين وعشرين، مترين وعشرة بيمشي الحال. الرصيف عندنا بنفضل يكون عندنا على الاقل متر 20، لكن ممكن يكون عندنا متر 80 في حالات معينه، متر 240 في حالات اخرى حسب توفر الحيز اللي موجود عندنا. اذا هذه الابعاد اللي ممكن ناخذها في الاعتبار اذا كنا بنحكي عن ايش؟ نحكي عن تصميم الطريق اللي ممكن تكون عندنا بهكذا ابعاد، بهكذا وضع. اضافه الى الكروس سكشنز هاي التيبيكال، بنحب كمان نحكي عن بعض الاليمنتس الخاصه بالكوليكتر رودز في الاربن اريا. احنا كلنا بنعرف انه في مثل هيك حالات شو في عندنا؟ في عندنا ايش؟ في عندنا ارصفه. الارصفه في عندنا ايش بالنسبه للارصفه؟ ايش فينا الارصفه يا جماعه؟ الرصيف بيكون جنبه ايش؟ الكيربس، كيربستون. اذا انا بيهمني كمان يكون عندنا كيربستون، واخذ هذا الحكي بعين الاعتبار مشان احنا نصمم الطريق بشكل مناسب. بيكون عندنا الفيس كيرب اون ذا رايت ترافيك اوف ذا ترافيك شود بي على الاقل 15 متر سنتيمتر، مرات كثير بنعمله 17 سنتي، لكن لما بيكون اكثر من هيك بيكون عندنا مشكله، فتحه الباب ممكن تضرب بالكيرب ستون، وكمان بيكون مزعج للناس مشان تنزل من الرصيف الى الشارع. يعني 15 إلى 17 كتير ideal. وبالتأكيد إحنا نكسح، نعمل كسحة، نعمل رامب مشان انتقال السلس زي ما شفنا في الديزاين of curbstone والسايدووك. شفنا كيف الآلية كيف نعملها ونصممها بشكل معقول مقبول. الميديان كير، لو عندنا ميديان بيكون عندنا دائماً sloped، يعني بيكون عندنا يعني مكسوح. هلأ إذا في عندنا الميديان كانت كتير قصيرة، يعني 60 سنتي أو 80 سنتي أو متر، منفضلش حقيقة إنها تكون إيش؟ إنها تكون يعني سلو، لأنه ساعتها ممكن بسهولة المركبة تنتقل من هذا الجانب إلى ذلك الجانب. على شارع تونس من حوالي أسبوع شفت في إحدى المواقع فيلم فيديو للسيارة عم بتلف على أحد المنحنيات، كانت بسرعة كتير، ضربت سيارة ثانية ونطت على الجزيرة للطرف الثاني، لأنه بعتقد أنه كان عندنا
الجزيرة هاي اللي هي عرضها محدود كانت عندنا برضه سلوبد ومنخفضة كانت عندنا الميديان، بالتالي بسهولة السيارة انتقلت على الطرف الثاني وضربت سيارات ثانية في الجهة الثانية. طبعا هذا الحكي مش منيح من ناحية مرورية، لازم ننتبه لأنه ما يكون عندنا مثل هيك حالة موجودة أو مثل هيك حالة available. كمان ممكن نقول إنه الحالة اللي ممكن نأخذها بالاعتبار للvertical curve without gutter إنه ممكن تكون إيش؟ ممكن تكون عرضها، يعني لما نحكي إحنا على العروض يعني تكون مقبولة، يعني عندنا مرات كتير القطر نفسها في لها ترتيبات، الترتيبات تبعت القطر يعني لازم يكون عندنا at least عندنا 0.3 متر with the gutter بده يكون عندنا 0.6 متر، هذا العرض تبع الكيربستون اللي ممكن يكون موجود عندنا. drainage purposes في كتير من الأحيان إحنا بحاجة للسيرفس drainage، مرات بحاجة أكثر إلى sub surface. شارع تونس بنحب نحكي عنه دائما لأنه أثناء ما أعادوا إنشاء وصار عندنا أربع مسارات من ثلاث أربع سنوات صورت حتى صور بعتها للبلدية قلت لهم يا إخوان حرام تعملوا هذا الشارع بدون ما إنه في تمويل وفي منحة جايتكم من برا، بس حرام تعملوا هذا الشارع بدون ما إنكم تعملوا يعني بشكل مناسب عملية يعني خلينا نقول درينج، تعملوا سب سيرب، تعملوا كاتش بيزن، تعملوا أنابيب تحت الشارع. قالوا لا ما هو فيش كلفة كافية ومن برا لأنه في عندنا تمويل من الصندوق العربي للتنمية. طب وانتو كبلدية ساهموا، قال بيكلف، لو كلف له 100,000 دولار ولا غيره مشروع من النوع 150,000 دولار درينج سيستم أهم بكتير مما أنه المياه لو حدا بيشوفه فترة الشتاء لما بتنزل زخ الأمطار بصير بحر هناك وبتتجمع المي عند الدوار وعند التقاطع الإشارة الضوئية بيمشي بوادي التفاح بصير عندنا مشكلة كبيرة بالمرور الآمن والسلس والسهل للناس وممكن بعض السيارات انها يعني جزئيا تنغمر كمان بالماء. السايد ووكس طبعا لازم تكون عندنا عرضها كفايه، اذا في عندنا حركه مش بطاله للناس عند مدارس عند جامعات عند كوميرشال ارياز الى اخره بيهمنا كثير انه عرض المسار او السايد ووك يكون مناسب. السايد ووك يعني على الأقل في الحالات الدنيا يكون عندنا 1.20 متر، لكن لو كان عندنا 2.40 متر 3 متر 4 متر إذا بتطلب عندنا الوضع وعندي حيز لازم نعمل يعني هذا الحكي وناخذه أيضا بعين الاعتبار بشكل مناسب. بالتأكيد لو احنا رحنا على الهوريزنتال زي ما حكينا على الكوليكتر رورال رودز، نحكي على الكوليكتر أربان ستريتس، بده يكون عندنا بنفضل horizontal clearance بحد أدنى ما بين الكيرب وما بين الobstruction، حد أدنى يكون عندنا clearance ما فيش فيه أي شيء منشان ما يكون عندنا أي تأثير من ناحية السيفتي لمثل هيك وضع. urban collector roads without the curb should have clear zone as the rural road. إذا ممكن يكون عندي حالتين في المنطقة urban collector، إما بيكون عندنا curb stone فبدي أخذ بالحد الأدنى 0.5 متر، إذا ما كانش عندي كيربستون بعمل الحكي اللي حكيناه سابقاً في حالة الكوليكتر رورال رودز، يعني بالحد الأدنى لما يكون سرعة منخفضة بيكون عندنا 3 متر كلير زون مشان لو سيارة طلعت عن الشارع إنها ما تدور ما يصير كذا easily recoverable أو easily traversable بيكون عندنا، أو إذا كان عندنا أكثر من 70 كيلو هذا نادر طبعاً بيكون عندنا أكثر من 3 متر، لكن مرات كثير مش متوفرة هاي 3 متر بتكون في المنطقة الحضرية لأنه الشارع بيكون عندنا limited right of way اللي إله. آخر شيء نحكي فيه بهذا الشابتر سلايد اللي بعدها يعني أشياء عامة، نحكي على vertical clearance دائما بدي أوفر vertical clearance بغض النظر عن نوع الشارع، فيما لو كان عندي نفق أو جسر أو whatever ramp أو إشارة أو أي شيء تاني overhead sign ب 4 متر 30 سنتي. عندنا بوردر اريا، احنا بنعرف شو البوردر اريا ما بين حرم حد حرم الطريق مع حد اللين بتكون عندنا على الاقل 42 ل 3 متر 30، ممكن كلها تكون يعني منطقه فيها سايد ووك او جزء منها سايد ووك وجزء منها بنسميه الفيرج او بنسميه لليوتيليتيز اريا. اليوتيليتيز بحط فيها اعمده كهرباء، بحط فيها باركينج ميترز، بنحط فيها الفاير هايدرانت مشان اطفاء الحرائق،
بحط فيها ترافيك سيجنالز او ترافيك ساينز، بحط فيها سلال زباله، بحط فيها اي شيء من الاشياء اللي ممكن احطها فيها. عند الانترسكشنز طبعا في عندنا proper design that should be taken into account حسب chapter 9 بالاشت واللي رايحين نمر عليه بعد ما نخلص التو اذر خلينا نقول types of roads. الاسبوع الجاي ان شاء الله بنكمل على الديزاين ستاندردز اوف ذا arterial roads and streets في داخل المدينه وخارج المدينه، وكمان راح نحكي الاسبوع القادم ان شاء الله راح نخطي الديزاين اوف ذا اوف ذا freeways على اساس انها هي صنف خاص من اصناف الارتيريالز. هيك بيكون مرينا على كل الانواع المختلفه كديزاين ستاندردز، وبعديها بدنا ندخل بالديزاين اوف ذا انترسكشنز، وبعدين راح ندخل بالديزاين اوف ذا انترتشينجز، وبنحكي بعدين شوي صغير على الديزاين اوف ذا درينج سيستمز مشان ان شاء الله نخلص المساق باذن الله تعالى. في حدا له اي سؤال؟ تفضل يا شاد. شاد بتدخل على فكرت رافع ايدها، بتدخل على على الروم. اوكي. طب في حدا بحب يضيف او يسال اي سؤال ثاني؟ انا بس في عندي ملاحظه حقيقه، يعني بعضكم او معظمكم دائما متواجدين، وانا يعني زمان بداخذ الان باخذ صوره من الاسماء مشان اعتبر انه اللي بيحضر يعني بعطيه يعني زي حضور وغياب، يعني جزء من الاكتيفيتي يعني النشاط بعتبر الحضور والغياب. لكن في بعض الطلاب او حدا اثنين من الطلاب ثلاثه لا اكاد اني اشوفهم بالمحاضرات. صحيح ممكن الواحد يطلع على المحاضره وينزلها ويشوفها، لكن بحب كثير انكم تحضروا كلكم، زملائكم اللي ما بيحضروا او اللي بتشوفوهم مش موجودين بفضل انكم تشجعوهم على الحضور، لانه جزء من الانتر اكشن والفهم بوجودهم وحضورهم ومتابعتهم، وجزء ثاني الي انا بعرف انه مهتم الطالب اللي بحضر مقارنه بالطالب اللي ما بحضر. فبالتاكيد اعطيكم العافيه وشكرا لكم. في اي سؤال على محاضره اليوم؟ واضحه المحاضره ان شاء الله؟ واضحه. ممتاز. بالنسبه للامتحان يعطيكم العافيه، العلامات حقيقه خلصتها امبارح بالليل وبدي انشرها ان شاء الله تعالى اليوم. العلامات زي ما المحت لكم المره الماضيه، الجزء الاول منها اللي عليه 28 علامه، في بعضكم جابوا كامل 28، لكن البعض للاسف از لو از ست او اربع علامات من فش عفوا ستة اربع او ثمان علامات من اصل ال 28 علامه. كنت بتمنى على الاقل تجيبوا نص ال 28، يعني على الاقل عندنا 12 او 16 علامه تكونوا جايبينهم، يعني مش معقول حدا يجيب اربع علامات، يعني عنده بس سؤال واحد صح من اصل يعني سبع اسئله، هذا شوي صغيره كان مش مريح لإلي، مش ما كنتش مبسوطه لما حدا بيجيب علامه كثير منخفضه. بنفس الوقت حقيقه الجزء الثاني الى حد ما يعني معظمكم كان مش بطال فيه، لكن في البعض حقيقة ما لحقش فرع أو فرعين من السؤال الثالث، لكن في بعضكم حليتوه بكل تفاصيل وبكل دقة وبكل يعني اهتمام. فأنا بدي إياكم تصير عندكم إمكانية بالوقت تأخذوه بالاعتبار بشكل أفضل، يعني حرام السؤال الثالث عليه 30 علامة أصير أصلحه كأنه من 10، والعشرة تأخذوا منه 7 أو 8 علامات أو 10 من 10، وبالتالي ضيعتوا 20 علامة من 100 لما ما تهتموش انه تديروا الوقت. يعني الامتحان جزء مهم جدا منه اداره الوقت، كيف بدك انت تفكر او تفكري بضمن الوقت المتاح، المعلومه وين تكون موجوده؟ ما بستطيع انا بالامتحان ادرس الماده، ما بستطيع ادور انا اسير اقول والله هاي المعلومه وين موجوده، افكر وين موجوده. اوكي انا بامكاني اجيب لكم شيت، لكن قلت لا كلكم المفروض الاشت بالنسبه لكم سهل، بامكانكم على طول اوبن بوك تفتح اللي بدك اياه، تعمل اللي بدك اياه، ترسم اللي بدك اياه، تجيب ستاندرد، تطلع على الكيرف، تطلع على الجدول الى اخره. فانا بهمني كثير كان انه تستغل وقتكم بشكل افضل. الاسئله ما كانت صعبه لا الامتحان الشق الاول ولا الشق الثاني، كان اي سؤال بدكم هلا معنا 10 دقائق بامكاننا نحل نطلع نشوف، ما عندنا مشكله ابدا. لكن بصراحه العلامه النهائيه تراوحت ما بين جابوا اثنين من الطلاب ب 90 بشكل كثير كويس كان علاماتهم، وفي اربع خمس طلاب كمان جابوا بال 50 والباقي بينهما بال 60 وبال 70 وبال 80، يعني التوزيع طبيعي. لكن انا بهمني الطبيعي يكون ما يكونش حدا بال 50، انا بهمني الطبيعي يكون
كلكم يعني توزيع طبيعي فوق الستين يعني، لكن إن شاء الله يعني الهومورك القادمة جوز أعمل يعني شوي صغيرة بوش بسيط كتير على 2-3-4 بس مشان هل 58 أو 56 أو 57 أو نشوف كيف شو ممكن يصير، زيدهم شوي صغيرة يعني مشان نعمل سموثينج أكثر للكيرف. لكن معدل الطلاب قريب من 70 حقيقة، الآن معدلكم أعتقد 68.5 أو شيء من هذا القبيل، يعني لما يصير عندنا كمان علامتين ثلاثة أكثر بصير علامة فوق 70 كمعدل. وبنتمنى لكم إن شاء الله في الوظائف، في البروجكت، في العملي، في الامتحان النهائي حقيقة إنكم تستكملوا بهمتكم بشكل مناسب. هلأ ممكن خلال المرحلة القادمة نعطيكم هيك كوزين بس مشان شوي نشوف همتكم بشكل أفضل حقيقة. فخلينا في المرحلة القادمة نستطيع إن شاء الله تعالى يعني نتواصل مع بعض ونشوف همتكم بشكل أفضل ونشوف كيف بإمكانكم يعني أولاً بديش أنا العلامة أقول هي الأصل، وإنما بدي أقول إنه العلامة بس هي معيار أو طريقة للقياس أو معيار للقياس تحصيلكم. إحنا للأسف قد لا تكون هي بتعبر تماماً عن مستوى الطالب، لكن مع الوظيفة مع البروجكت إلى قدر ما نقدر إحنا نقيم الطالب بشكل مناسب. العلامات إن شاء الله بحطها اليوم أنا بشقيها، بحط لكم العلامات لكل طالب حسب رقمه على هذا، أو بتحبوا منحطها بالإجمالي، اللي بحب يسألني بالتفصيل ما عندي مشكلة بحطها بالإجمالي على الزاجل، ولو حدا حب يعرف قديش بالتفصيل بإمكانه يراسلني ويقول لي قديش هاي قديش هاي، بقول له ما عندي مشكلة. ولو بدكم المرة الجاية نحل أو هلأ نحكي كلمتين في بعض الأسئلة برضو ما عندي مشكلة. في حدا إله أي استفسار على الامتحان نحكي فيه كلمتين خدتوه يوم الثلاثة الماضي؟ دكتور السؤال الأخير الثالث في فرع الأخير كان الفرع الأخير كتير سهل. الفرع الأخير إحنا بدنا نطلع كنا على الديزاين، بعضكم خربط فيه مش غلط خلينا نطلع عليه. الفرع الثالث خلينا بس نفتح الامتحان، يعني الإجزام، يعني إجزام نمبر 1 وهذا السكند بارت. خلينا نقول لكم هذا عندنا ستوب شيرينج ونفتح شيرينج جديد للإجزام للسكند بارت. السؤال بدنا الثالث، الفرع الثالث مش هيك بدك يا أناس؟ يا دكتور هلا في ان احنا بنحكي على الفيرتيكال الاينمنت، خلصنا الفيرتيكال الاينمنت كلها في نهايه السيجمنت هاي في عنا تقاطع، والتقاطع هذا في عنا فري رايت تيرن لين از تو بي ديزاين شو وات اكسترا ويدث تو ا ستاندرد لين ويدث is to be recommended if R for the inner edge of the pavement is restricted to be 25 meter. Draw a sketch and state your assumptions. بكل سهولة بإمكاننا نروح وين؟ بإمكاننا نروح على الديزاين. خلينا نفتح لكم الديزاين of the هاي lectures اللي أخذناها، ولما نروح على الشابتر تبع الهوريزونتال ألاينمنت المحاضرة الثانية منه هاي نعمل لكم هون شيرينج لإلها، هاي نعمل شيرينج للهوريزونتال الاينمنت هاي، ونروح هون على المعلومات الخاصة بالديزاين. هلا هذا كان فور ذا كيرفز لما يكون عندنا اوبن سكشن الجزء الاولاني، مش هيك؟ شو عنوان الجزء الاولاني كان هون؟ for the open section، مش هيك؟ أما ما يتعلق عند التقاطعات بنروح وين؟ بنروح على الشق الثاني، هي عندنا widening of curves at intersections، مش هيك؟ أوكي، إذا هذا التارجت تبعنا. إحنا وين بدنا نروح هلا؟ عندنا الكيس الأولى والثانية والثالثة. إحنا لما بنحكي يا جماعة عن يعني نصف قطر محدود 25 متر، تتوقعوا إنه يكون مثلا في عندنا داعي لأنه ناخذ الكيس الثانية أو الثالثة
من ناحية أنه والله في عندنا إمكانية تتوقف مركبة ومركبتين تدخل عليها، أو في عندي مركبتين بيمشوا جنب بعض. غالباً إحنا بنحكي عن شارع لأنه بس تو لينز، إذا أكيد التيرنينج لين يكون ون لين، وأكيد ما فيش داعي أروح الكيس الثاني لأنه لو عندنا منحنى ضخم وكبير وعندنا لين كبير طوله ممكن أروح على التو لينز، لكن هي ما اعتبرتهاش مشكلة كبيرة. اللي اعتبرتها مشكلة شوية إنه إحنا ما نعرف إنه نوجد الفاليو من هذا التابل. التابل هذا اللي هو عبارة عن إيش، هذا التابل 26 بي بعطينا مباشرة قديش عندنا فور كيس محددة، اللي هي مثلاً كيس واحد اللي أنا بعتقد لازم كلكم اشتغلتوا عليه، لكن ما كانش عندي مشكلة كتير لو ما اشتغلتوش عليها. بدي أطلع على المينيموم إيدج أوف دي إنر بيرمنت اللي حكى لي بالسؤال 25، وحكى لي كمان إنه الديزاين فيكل عبارة عن إيش. الديزاين فيكل كانت عندنا دبليو بي 12. إذن قديش بيكون عندنا الويدث نيدد لهذا اللين يا شباب؟ طلعتوا هيك ولا مش هيك؟ الناس طلعتوا هيك وناس طلعتوا إشي تاني. إذا أنا يا جماعة عندي ديزاين فيهيكل، منروح دائما على هذا التابل. لما ما يكونش عندي ديزاين فيهيكل بس بوصف لي وصف، شو بوصف لي؟ بقول لي والله هذه المنطقة بمر فيها والله هي معظمها شاحنات، معظمها سيارات عادية، لكن في شوية شاحنات. إذا أنا لما بقول لي الكيس واحد اللي فيه كذا كذا وفي ديزاين كونديشنز للترافيك A أو B أو C، هي عندنا A. إيش هي A؟ A بقول لي predominantly، predominantly إيش؟ B، ولكن في شوية شاحنات، أو عندنا sufficient شاحنات وفي شوية تريلات أو كذا. مين أحسن، أخذ هذا الجدول ولا أخذ جدول هذاك؟ الحل اللي عندي، شو رأيكم؟ دكتور صراحة اثنين عمليات يعني. لا، لما يكون عندي ديزاين ذاك اللي حكينا فيه يا عبد الفتاح، مزبوط حكينا فيها. مزبوط. ما طيب ليش يعني اروح على هذا وانا عندي هذا؟ لا، اذا عندي ديزاين ذاك المحدده، عندي ديزاين ذاك ولا لا؟ خلينا نروح على السؤال، بجوز احنا مش منتبهين لا انا ولا انت عليه. خلينا نروح على السؤال. لا لا مزبوط، في ديزاين ذاك المحدده. ديزاين ذاك المحدده ليش اروح اطلع على شيء ثاني؟ بس بروح فكر الواحد انه مش راح يكون بس هاي الديزاين، ممكن يكون في معها شويه سيارات كمان. هلا انت قول اعمل اصلا، مش اقول انا مش معتقد انه الديزاين فيكل هي لحالها دبليو بي 12، وانما لا ممكن اخذ انا الكيس الفلانيه او الفلانيه. اذا انت بتعلل لي هيك بتكتب لي اياها بجوز اقول ممكن، بس اذا انت ما كتبت ليش هيك وعملت الجزء الثاني بعتبره غلط كله، بعتبر انه غلط جزئي. تمام. اما رسمه هذا الحكي كتير سهل طبعا. قديش عندنا الاكسترا ويث نيدد؟ 5.8 ناقص 3.6، يعني مترين و20 سم اضافيه، هذا هو الاكسترا لين ويث. اوكي، قديش عندي انا او درو اند سكتش يور اسامبشن. الاسامبشن بتقول انه مثلا هي الكيس 1 هي كذا، هي فيش عندي مثلا باسنج استول فيكل، وعندنا الشاحنه هاي هي دبليو بي 12 اللي بتمشي. وموضوع الرسم حقيقه ما بدناش نحكي فيه كثير، يعني موضوع الرسم حقيقه اذا احنا حبينا نعمل الرسم يعني ما في عندي انا كثير مشكله احنا وياكم نرسم هذا الحكي. احنا عندنا التقاطع اللي بنحكي عنه، هي الشارع تبعنا وهي اخر الشارع تبعنا من هون لهون، في عندنا تقاطع، نفترض انه كان عندنا 3 ليج او وات ايفر از الى اخره، هي عندنا نهايه الشارع. احنا بدنا نعمل من هون لهون عندنا شارع او عفوا لين، وهذا اللين بده يكون عندنا منفصل، يعني كانه بدي اعمل هيك لين، وهذا اللين بده يكون هيك وبعدين بيدخل هيك. هذا اللين هذا من هون لهون، هالجزيره بدها تكون، هذا اللي احنا بنحكي عنه. هذا اللي عرضه كم يا شباب اللي طلعناه قبل شوي من هون لهون؟ هذا هو اللي عرضه 3.6 زائد 2.2 بيطلع 5.8 متر. وبدنا نكتب كمان شيء ثاني، نرسم شيء ثاني، وهو ايش؟ نرسم هذه المسافه من هون لهون. ايش هي المسافه اللي حطيناها؟ بس هذا المطلوب، شو هنعمل اكثر؟ هذا عندنا ار، شو بتساوي عندنا؟ 25 متر الانر. هذا لو رسمت لي هيك بكفي. دكتور بالجدولين بعطوا نفس الجواب. هلا بعطوا نفس الاجابات حسب الكيس اللي انت بدك تفترضها، حسب الترافيك كونديشن اللي بدك تعملها، مش هيك؟ صحيح. تمام. طيب في اي سؤال ثاني؟ طيب اليوم ان شاء الله انا بحط لكم العلامات، برفعها حبه صغيره بس مشان هالعلامات البوردر اللي عند 60 58 57 كذا الاخري يمشي. وان شاء الله تعالى بنتمنى لكم التوفيق في الامتحانات القادمه وفي الكوزات القادمه،
وفي المادة بشكل عام. ويعطيكم العافية. اليوم إن شاء الله بيكون عندكم إن شاء الله تعالى على الزاجل إن شاء الله تعالى. دكتور على الزاجل ولا على الموديل؟ خلص على الزاجل بحط لكم مرة واحدة. تمام. طب دكتور بس اللي بده يعرف اللي بده يعرف التفاصيل قديش علامته براسلني بقول له قديش علامته بالتفصيل، لانه على الزاجل ما بتطلعش الا علامه واحده بس. تمام. انا ما عندي مشكله على المودل بحط لكم العلامات كلها حسب يعني ما عندي مشكله بحط لكم الامتحان السؤال الاول الثاني الثالث الرابع بحط لكم على المودل بارقامكم بس بديش حدا يشوف والله ما اخذ اربعه من 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 28 ما عندي مشكله. او تعرضت لنا الدوائر بس الدوائر. طيب مش بتحطها على الزاجل بس اظهر لنا علامه الدوائر كمان ما الزاجل بيطلعش عندي العام واحده بس ايش احط علامتين على الزاجل لا لا على المودل اظهر علامه على المودل خير ان شاء الله يمكم. تمام دكتور بس في كمان شغله بالنسبه للمحاضره اللي اعطيتنا اياها يوم الامتحان دخلت بدي انزلها الرابط اللي حطيت لنا اياه مش رابط المحاضره ولا رابط شيء ثاني يعني حاولت ادخل على المحاضره ما عرفتش يعني عفوا رابط شيء ثاني رابط شيء ثاني ولا رابط ما بعطيكش ولا شيء لا رابط شيء ثاني موقع ثاني متاكد طب ايش هو دكتور انت رافع المحاضره على موقع ثاني هذا اللي صار بس مش مشكله انت نزله نعمل عليك كليك ونزله زبط هو زبط خلص اوكي بزبط لازم يزبط لاني جربته ونزل دكتور انا جربت عندي ما زبطش طيب. مين اللي بحكي انه زبط عندكم شباب انا مش مطلع على الاسماء مين اللي بحكي انه زبط محمد نصوره خلص بحكي له كيف بتحكي له فيها تمام محمد عوده تفضل رافع ايدك تفضل دكتور بالنسبه للهوم ورك محمد نصوره انت جبت اعلى واحد يعني نتمنى لك التوفيق ان شاء الله الله يسعدك دكتور يعطيك العافيه في شاب من الشابات جابت ما شاء الله عليها الثانيه كانت جابت بالعلامات بالتسعينات ان شاء الله نتمنى لكم التوفيق كلكم ان شاء الله تفضل يا محمد طب بالنسبة للهوم ورك الرابع مش ظاهر عندي الهوم ورك الرابع مفروض انه نزلنا لكم اياه جديد ما بعرف بتاكد انه نزل مش نازل بعمل لكم اياه اظهار ان شاء الله تعالى ولا يهمك تمام يعطيك العافية ولا يهمكم يعطيكم العافية